حضراتكم من جديد. العام الدراسي الجديد هيبدأ خلاص بعد ساعات رسميا من دلوقتي، وعشان كده زي ما في أولياء أمور بتستعد، كان في كمان فرق بتجهز علشان تتابع وتفحص صحة أطفالنا في المدارس، وده من خلال المبادرات المتعددة المهتمة جدا بصحة أطفال المدارس. مبادرة من المبادرات المهمة دي هي المبادرة الرئاسية لفحص أطفال المدارس والكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، واللي قدرت تفحص 14 مليون طفل على مستوى 30 ألف مدرسة خلال 3 سنوات. الحقيقة رقم كبير جدا وضخم خلال الفترة دي، عشان كده النهاردة بيشرفنا وجود الدكتورة فاتن عمارة، استشاري طب الأطفال ومقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية. هنعرف منها تفاصيل المبادرة وأهميتها والشغل بيكون إزاي في المدارس دي. منورانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين ويا رب طيب. عام دراسي جميل كده على الجميع يا رب ان شاء يا الله. يا رب يا رب. كل سنه وحضرتك بخير طيب. وعايزين نعرف الناس اهميه المبادرات دي، الاهتمام بصحه الطفل والاهتمام بصحه المراه وكل هذه المبادرات اللي بقينا بنشوفها. دخلتوا 30 ألف مدرسه وفحصتوا 14 مليون طالب، عايزين نعرف يعني ازاي ده تم وايه الاهميه لهذا الكشف ولنتائجه كمان. هي عشان نبدا، هي ليه في مبادره اصلا للكشف عن امراض سوء التغذيه؟ الفجوه فظيعه جدا كانت في الاطفال بين اللي المفروض يكون واللي قائم. يعني الاطفال عندها مشاكل كتير لسوء التغذيه، توصيات كتير ودراسات كتير اتعملت. يعني في دراسه اتعملت سنه 2015 قالت ان مصر بتنفقه على امراض سوء التغذيه بيصل لحوالي 2% من ناتج الدخل القومي. دي بليونز يعني مش رقم، ارقام مفزعه. ده للعلاج يا دكتور، لعلاج مشاكل سوء التغذيه. فاحنا لو ما كناش نتدارك ده والتوصيات ان احنا عاوزين يكون فيه نوصل 2030 واحنا ما عندناش مشاكل سوء تغذيه. فبدات المبادره، بدانا المبادره. يعني لو حضراتكم عاوزين تعرفوا الـ التفاصيل والاجراءات بتاعتها، احنا بنستهدف زي ما حضرتك قلت في السنه الواحده 14 مليون في 30 ألف مدرسه في السنه. في السنه مش في خلال 3 سنين. 14 مليون بس، ممكن بنوصل في سنين بنوصل 8 مليون، في سنين بنوصل 12 مليون، يعني حسب. احيانا بيكون مثلا الكوفيد وانفلونزا وحاجات كده فبيبقى التردد مش عالي، لكن احنا بنوصل لمستهدف عالي يعني. لكن عدد الاطفال في السنه الواحده 14 مليون، وفي السنه الواحده بندخل 30 ألف مدرسه، جميع انواع المدارس، حكومه ومدارس مجتمعيه ومدارس خاصه ومدارس دوليه، بيتم الكشف عن الاطفال. ايه اهم الحاجات بقى اللي بتحصل؟ بتدخل الفرقه اللي هي متدربه. الاعداد للمبادره على فكره كان طويل جدا. فتره الاعداد يعني عشان يطلع حاجه وتنجح في الاخر لازم يكون كل السيناريو وكل الشغل مظبوط جدا. فكان في فرق لازم تكون متدربه كويس قوي، الفرقه دي هتنزل تعمل ايه وهتشتغل بايه وكم فرقه وكم مدرسه. احنا ابتديناها سنه كام يا دكتوره فاتن؟ هي بدات من 2019. اوكي. في اوقات كان زي ما بقول لحضرتك يعني وقت الكوفيد وكده فكانت الدنيا، انما يمكن اخر 3 سنين هو اللي حضراتكم بتتكلموا فعلا نقدر نحط عليها بيانات واضحه يعني. فبدات الفرق دي تتدرب كويس جدا. هتعمل ايه الفرق؟ هتنزل في المدارس، هتقيس الطول والوزن والهيموجلوبين بتاع الاطفال. طيب يعني بعد كده هتعمل ايه الفرقه؟ بتسجل ده في المدرسه، بننسق طبعا مع التربيه والتعليم تماما، اللي ناخد ارقام التليفونات، كل ده بيترجم بقى، يدخل في سيستم يترجمه، هل هو عنده انيميا؟ هل قصر قامه؟ هل عنده سمنه؟ بتترجم بناء على ايه؟ مكتوت على السيستم عندنا، اللجنه العلميه اجتمعت. وحسب منظمه الصحه العالميه ما قالت، اللي عنده انيميا الهيموجلوبين بتاعه اقل من 11.5، هدخل على الداتا بتاعته هيطلع لي ان الطفل الفلاني في المدرسه الفلانيه ده عنده انيميا، هيطلع لي الطفل الفلاني قياساته كذا ده قصر قامه، الطفل الفلاني قياساته كذا ده سليم، ده عنده سمنه، ده عنده 2، ده عنده 3. كل ده بيتجمع وبيبدا الكارت يكون مكتوب عليه هو ايجابي او سليم خلاص. ما بنكتبش طفل عنده سمنه في الكارت، ولا طفل عنده قصر قامه، ولا طفل عنده أنيميا. ليه بقى؟ الكارت ده ممكن الاطفال تقعد ايه ده انت مش عارف عندك ايه. لا احنا بنقول بس في المدرسه يعني. المدرسه وبيتبلغ الطفل وبنوصل. دي طريقه الكشف يا دكتور؟ دي طريقه الكشف. بتبقى بنقيس هنا الطول، بنقيس الطول بتاع الطفل. عايزه اقول لحضراتكم ان مقياس الطول ده لاول مره خط انتاج مصري
يعمل المقاييس دي. كانت قبل كده دي فوائد اخرى يا دكتور للمبادره صح. احنا مش شايفينها صح. ناس كتير التطور اللي بيحصل، التدريب اللي حصل للاطقم الطبيه، الناس العاديه مش هتلمس. 2500 فرقه حضرتك، 2500 فرقه، الفرقه الواحده فيها ثلاثه وممكن اكتر، كل دول بيتدربوا كل سنه كل سنه. ده غير طبعا اطباء العيادات. هنا طبعا واضح الطفل بنعلمهم كويس قوي يقيس الطول ازاي. المفروض يكون واقف ملاصق كده وراسه مظبوطه، لان لو عمل كده وممشوق كده ايوه ولازم والمقياس نفسه يكون مظبوط. عارف حضرتك لو جبت مقياس مثلا معرج ولا مش عارف ملزوق ازاي طبعاً. لا تفرق معايا طبعاً. الطول ده، فرق الطول ده بيترجم لحاجه انا مش عاوزاها. فده فهي هنا بنعلمهم برضو طيب. هم يقيسوا ازاي. احنا عملنا الكارت ده حلو، ايه بقى اللي بيحصل بعد الكارت ده؟ عرفنا ان الطفل ده عنده مشكله المفروض يتبلغ. هيتبلغ ازاي؟ في طريقتين للابلاغ. احنا بناخد اولويه للابلاغ. الهيموجلوبين بتاعه قليل جدا، لا ده خطر، عنده مشاكل لازم نلحقها. فبيكون الخط الساخن اللي هو 106 بنكلم، او الخط الساخن بيكلم اولياء الامور. يا ريت نكتب برضو ده على الشاشه بعد 106 هم كمان يكلمونا. يعني لو حد قابله اي حاجه في المبادره، عاوز يستفسر ايه اللي بيحصل، انا ابني كشف ولا لا، احنا عندنا الخط الساخن عندهم كل الديتيلز او التفاصيل بتاعه الاطفال اللي حصل لهم المسح او ما حصل لهمش. فبيقولوا اللي حصل له المسح وعنده مشكله برضو بيتابع هو مع الخط الساخن. ده السؤال بقى. الفرق كمان بتنزل تبلغ الأطفال أو تبلغ المدرسة إن يتوجهوا للعيادة. الكارت بيبقى مكتوب عليه أي عيادة، العيادة الفلانية اللي يتجه ليه، بحيث إن هو يروح العيادة دي علشان يتعالج. العيادات اللي هي إيه؟ عيادة؟ العيادات في 250 عيادة في مصر كلها تبع التأمين، تبع التأمين تبع وزارة الصحة. اسمها عيادات الربط خاصة بالمبادرة. بتبقى العيادات دي متسجل عندها برضو في مدخلين بيانات، وبنسجل بيانات الأطفال. الطفل هيروح للعيادة، هيتحول من العيادة من الفرق يعني، أو ومع الكارت بيروح للمستشفى. مع ذلك احنا بنعيد له تاني في العيادة، بنعيد له تاني القياسات، وبرضو الناس اللي في العيادة خدوا تدريب أقوى كمان، علشان دي بالنسبة لنا يبقى عندنا وصف دقيق للحالة، معلومات دقيقة عن الحالة. يعني نفترض طفل في المسح طلع أنيميا، أنا هعمل له تحليل بقى صورة دم تاني في العيادة وهعمل له القياسات تاني. هو بالمناسبة يا دكتور سوء التغذية كذا نوع ولا؟ أمراض سوء التغذية يعني هي طبعا مسمى كبير قوي. بينعكس أمراض سوء التغذية في إيه؟ ممكن سمنة، ممكن قصر قامة، ممكن أنيميا، ممكن نحافة، كل دي انعكاسات. ليه دايما يا دكتور، انا اسف، ليه دايما بنربط ما بين قصر القامه وسوء التغذيه؟ يقول لك الولد ده او البنت هي ما بتاكلش كويس او ما بياكلش كويس. وهل جمله ما بياكلش كويس ده ممكن ياكل بس كويس دي اللي هي ايه؟ ايوه صح. هو هقول لحضرتك الحاجه، ممكن طفل يقوم الصبح رايح المدرسه ياخد معاه شوكولاتايه وكيك وعصير، كل وشبع الحمد لله مش جعان. ده بقى اكل كويس ولا ده بقى أكل كويس؟ بقى ايه، ما هو شبع وخد